الرحيم ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هنتكلم عن المورفولوجيكال ديفرنس بتوين البلازموديوم سبيشيز. زي ما قلنا عندنا أربع أنواع من البلازموديوم، عندنا بلازموديوم فالسبرم، بلازموديوم فيفاكس، بلازموديوم مالاري، وبلازموديوم أوفيل. نحن في العملي أخذنا preparation of thick and thin blood film، وذكرنا إنه قلنا الثيك blood film نحن دائما بنستخدمه for detection of parasite، يعني فقط بنلقى بيقول في ملاريا والله ما في ملاريا. اما عشان نقدر نعرف انه هو بلازموديوم فالسبرم والله فيفاكس والله اوفيل، فهنا بنلجا لشنو؟ بنلجا للثين بلاد فيلم. ليه بنلجا للثين بلاد فيلم؟ لانه الثين بلاد فيلم منتين انه المورفولوجي اوف ار بي سيز، بنلقى فيه المورفولوجي اوف ار بي سيز، كل ار بي سيز بيكون باخذ الحجم الطبيعي بالنسبه لها. بالتالي نحن حنقارن الانفكتد ار بي سيز اللي هي اللي فيها الباراسايت مع النورمال ار بي سيز اللي هو حوالينا. طيب بلازموديوم فالسبرم وبلازموديوم مالاري ديل الاثنين ما بغيروا في شكل الار بي سيز، ما في تشينج في الار بي سيز، يعني نفس الانفكتد ار بي سيز هي نفس الحجم بتاع النورمال ار بي سيز. اما فيفاكس بيزيد شكل الار بي سيز وبغير الشكل حقها، بيزيد الحجم وبغير الشكل. اوفيل فقط بغير الحجم بغير الشكل لاوفيل، عشان كده يسموه اوفيل، بغير الشكل لاوفيل، وبالتالي ممكن يكون في زياده طفيفه. طيب بعد ذاك عندنا الاستيجز اللي هم عندنا اربع انواع اساسيه نحن ممكن نلقاهم في البريفيرال بلط. لما نيجي نشيل البريفيرال بلط مسحه عاديه ثيك او ثين بلط فيلم، ايذر انه الرينج ستيج او نلقى الليتروفوزويد الرينج اللي هو الليتروفوزويد او الجاميتوسايد او الشايزوم، ديل هم الاطوار نحن بنلقاهم في البلط. وبناء عليه نحن بنقدر في الثين بلط فيلم نقدر نعرف انه هي دي بلازموديوم فالسبرم والله بلازموديوم فيفاكس او بلازموديوم اوفيل. نبدا بالبلازموديوم فالسبرم الرينج ستيج. مواصفات الرينج ستيج شنو؟ الرينج ستيج لازم يكون فيه حاجتين اساسيات اللي هم السيتوبلازم، السيتوبلازم ولونه بيكون دائما باللون البلو، و معه الكروماتين وبياخذ اللون الريد، كروماتين بياخذ اللون الريد. ده الشكل العام بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للرينج ستيج. طيب في حاله البلازموديوم فالسبرم بلقاه دائما الشكل حقه هو الرينج ستيج هاف ديليكيت سيتوبلازم. السيتوبلازم حقه ماله ديليكيت، ديليكيت بمعنى شنو؟ اسموس. ديليكيت سيتوبلازم يعني عنده اسموس سيتوبلازم، ان ون اور تو سمول كروماتين يعني هو الوحيد اللي فيه واحده كروماتين واحده، او ممكن يكون فيه تو كروماتين، الباقيات كلهم عندهم ون كروماتين، لكن رير اللي ممكن نلقى في الباقيين باقي السبيشيز انه ممكن نلقى دبل كروماتين، لكن هو خصيصا او اكثر حاجه غالبا بيكون في البلازموديوم فالسبرم ديليكيت سيتوبلازم ون اور تو سمول كروماتين. يعني لو ملاحظين في بعض الصور هنا زي دي مثلا بلقى فيها تو كروماتين وفيها سيتوبلازم. طيب الار بي سيز لما نيجي نشوفه في في الثين بلاد فيلم بنلقى الانفكتد ار بي سيز ما فيها اي اللارج او ما بلقاها شكلها يتغير. طيب في حاجه بنسميها المالتيبل انفكشن، مالتيبل انفكشن في الار بي سيز. مالتيبل انفكشن معناتها وجود اكثر من طور في ار بي سيز واحده، يعني ممكن نلقى اكثر من رينج في الار بي سيز الواحده، اثنين او ثلاثه، اثنين او ثلاثه. دي الحاجه دي فقط موجوده في بلازموديوم فالسبرم. طيب بلازموديوم فالسبرم اوكيجن عنده حاجه بسموها الابليك فورم، نيجي نشوف ان شاء الله في الصور. ابليك فورم انه الرينج ستيج ده يكون قاعد في البريفيرال يعني في طرف الار بي سيز، بيسموه ابليك او بيسموه اكل، اكل بمعنى زي الكولا، الكولا حقت القميص العاديه دي بيسموه ابليك فورم. ليه؟ لانه موجوده في البريفيرال. طيب دي كلها اشكال، دي هنا رينج ستيج، ده كلهم هم رينج ستيج في الثيك بلط فيلم، في الثيك بلط فيلم يعني من هنا ديل هنا عنده دبل كرومات، من هنا ممكن انا اقدر اعرفهم واشخص ان هم دي بلازموديوم فالسبرم، لكن دائما بنحبس انه لازم نشوف البلازموديوم فالسبرم وين، او الايدنتيفيكيشن ده لازم يكون في شنو؟ لازم يكون في الثيم بلط فيلم. طيب نيجي نشوف هنا في الثيم بلط فيلم دي الار بي سيز، النورمال ار بي سيز كلها ماخذ الشكل الطبيعي، ده هنا الابنورمال او الانفكتد ار بي سي، شايفين دي هنا فيها دبل كروماتين ومع ذلك بتمثل لنا هي خمس الار بي سي. واحده من مميزات الفالسبرم ان هي
خمس الار بي سيز، يعني بمعنى انه الار بي سيز دي ممكن تشيل خمسة، ممكن تشيل خمسة رينج ستيك. طيب لو لاحظتوا هنا برضو دي اللي كانت سيتوبلازم ومعاها الكروماتين، والحجم الار بي سيز هو نفسه حجم النورمال ار بي سيز، هنا برضو بنفس الطريقة في كل الأشكال دي. طيب دي هنا المالتيبل انفكشن، انه ممكن نلقى اكتر من رينج في ار بي سيز واحدة، هنا مالتيبل انفكشن. دي هنا وجود الرينج ستيج في البريفري بنسميها الابليك فورم، الابليك فورم. طيب هنا برضو كل دي اشكال متعدده بالنسبه لشنو للبلازموديوم فالسبرم. بالتالي الحاجه الاساسيه انه نو تشينج ان ار بي سيز بيمثل لي خمسه الار بي سيز. الحاجه الثالثه انه هو عنده الابليك فورم، والحاجه الرابعه اللي هو دائما ممكن نلقى فيه دبل كروماتين، ممكن نلقى فيه دبل كروماتين. طيب نمشي للطور الثاني اللي هو جامتسايد. الجامتسايد في البلازموديوم فالسبرم من الحاجات الظاهرة جدا، لأنه الحاجة شكله كريزنت شيب، بيشبه شكل الهلال أو ساوسيك أو ساوسيك اللي هي النقانق، اللي هي زي مثلا الهوت دوغ والسيو والحاجات دي، بيشبه الشكل ده تماما. بالتالي شكله مميز جدا، عنده كروماتين بيكون دائما في شكل ماس، بيكون قاعدة في الوسط أو ممكن تكون اسكترت. ولأنه جامتوسايد فيه ميل وفيه فيميل، الميل بنسميه مايكرو جاميتوسايد، والفيميل بنسميها ماكرو جاميتوسايد. في الفيميل دائما بيكون الكروماتين ماس بيكون سكتر، بيكون في الميل، في الميل بيكون سكتر، وفي الفيميل بيكون مجمع في جهة واحدة. تمام. طيب نجي ده هنا الكروماتين، ده الكروماتين موجود في الوسط، ده الكروماتين. طيب بالتالي في واحدة من الحاجات بيسموها اللافيران اللي عليها السهم دي، بيسموها اللافيران اللي هو بواقي الار بي سي، سموها لافيران لانه هو اول زول شافه. بالتالي بيكون في بواقي من الار بي سي، لانه هو اصلا حجمه كبير بيقوم بيزيد على حجم شنو، حجم الار بي سي. طيب نيجي نشوف التروفوزويت. طيب التروفوزويت والشايزوند في حالة البلازموديوم فالسبرم هم ريرلي سين او سيلدم سين، يعني نادر انه نحن نقدر نشوفهم في البريفير بلاد. ليه؟ لانه لما نيجي نشوف الباسيونسيتي بنقدر نعرف انه ليه نحن ما بنلقاهم في البريفير بلاد، لكن وانس انه لقيناهم طبعا معناته الا في الهيفي انفكشن، والزول خلاص بيكون قرب انه يموت، بعد ذاك بنلقى الحاجات دي في شنو، في او في المناطق اللي بيكون فيها هاي اندميك بالنسبه للملاريا. طيب التروفوزويد بس فقط بيزيد حجم السيتوبلازم، بيكون كبير شوية، والكروماتين برضو ممكن حجمه يزيد شوية. بالتالي الانفكتد ار بي سي الشكل حقها ما بيتغير، بيكون بنفس الحاجة الحجم الجبال. وممكن في بعض الأحيان ألقى فيه الشكل الأميبويد، لكن بس الحجم يكون معلوم بيكون صغير، slightly أميبويد. طيب الشايزونت، اهم ما يميز الشايزونت انه بيتكون من ميروزويت. الشايزونت فيه كميه كبيره جدا من الميروزويت، عدد الميروزويت ممكن يصل من 8 ل 24 ميروزويت، وهم دائما في حاله البلازموديوم فالسبرم بيكون حجمهم صغير وعددهم كبير من 8 ل 24، الباقيين ما بيلقى فيهم الحجم ده او العدد ده. طيب الميروزويت بيكون دائما في دارك بيجمنت، بيكون قاعده في الوسط لو متذكرين. قلنا انه في حاجه بيسموها الاستبلينج دوتس، ودي مختلفه من كله باراسايت للتاني. هنا بيسموها الميرور دوتس، هنا بيسموها ميرور دوتس على اسم الزول اللي اكتشفها، بيسموها شنو، ميرور دوتس. طيب دي او بيسموها الميلاري بيجمنت، لو شايفين دي الاشكال حقتها. طيب دي هنا ار بي سي ده شايزون حصل له ربشرز. طيب العدد هم ديل دائما بيكون قاعدين في صورة irregular، يعني ما بكون منظمين بس مخطوطين كده عشوائيين، عددهم من 8 إلى 24، ونادر إنه نلقاهم في البريفيرال. طيب ده كل ما يخص الأربع أطوار الموجودين في البلازموديوم فالسبرم، وإن شاء الله في محاضرة تانية هنشوف أو في أربع محاضرات أو أربع مقاطع تانية نقدر نشوف باقي الملاريا باراسايت. شكرا جزيلا، وإن شاء الله أتمنى أكون اتوفقت في توصيل المعلومة بالنسبة لكم.